روى الشيخ الصدوق بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرائيل عليه السلام: عظني. فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه. شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كفه عن أعراض الناس. المصدر: موسوعة أحاديث أهل البيت عليهم السلام للشيخ هادي النجفي، الجزء الحادي عشر، الصفحة 164، عن كتاب الخصال للشيخ الصدوق، الصفحة 7، الحديث 19.